يا معتصم. نعم يا أبي. ماذا دهاك يا بني؟ ماذا حصل؟ كبيرة. خير يا بني، ما هي تلك المصيبة؟ هل أضعت وقتا من أوقات الصلاة؟ لا. ماذا إذن؟ هل أغضبت أمك؟ لا. هل عذبت أختك تقى؟ لا. ماذا فعلت؟ هل كسرت صحنا من الصحون؟ لا. ماذا فعلت إذن يا بني؟ ماذا دهاك؟ تكلمت مع أمي جملة في العامية. ما هي تلك الجملة؟ ماذا قلت لها بالعامية؟ لماما ماما حط لي أكل، أنا جوعان. ماما حط لي أكل، أنا جوعان. هكذا قلت لها يا أبي، بدل أن أقول لها يا أمي أنا جائع من صدق، يجب أن تضعي لي بعض الطعام. ما شاء الله، لا بأس عليك يا بني، هون عليك لعله خير إن شاء الله. يجب أن نحرص على اللغة العربية الفصحى، وإنها لغة القرآن. ما شاء الله، أسأل الله أن يثبتك يا بني، فتح الله عليك. قل بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك.